أنا أعرف امرأة يعني معرفة شخصية، هذه توفي زوجها وولدها الصغير في اللفافة مثل ما يقولون في المهد. صغير والكلام هذا قبل أكثر من 60 سنة. الله. وكان الوقت صعب شوي، والمرأة أرملة وكثر الخطاب عليها ولكنها لم تتزوج، رغم جمالها ورغم عقلها ورغم يعني قوتها صبرت على أبنائها. عشان عيالها ما تزوجت تصبر على أولادها. نعم وصبرت على أولادها وكبروا الأولاد، حتى صار الولد الكبير عمره 7 سنوات ما شاء الله، فكان ما شاء الله يبدو عليه النجابة والفطنة. وكانوا في السابق العرب كانوا يقطون ويشتغلون ويكونون شركات، فالرجل هذا الولد هذا كان معهم يتابعهم يطالعهم وما عندي شيء. قال يمه قالت سم، قال الجمال العرب يكونون لهم شركة وقاطين قطية ب200 ريال وأنا ما معي شيء. قالت أنا أم فلان والله لين عاش راسي أنت اشترك معهم، أنت تقط معهم. الله الله. ويتشتغل وتكدح ما شاء الله ليل ونهار. نعم. حتى استلمت 200 ريال قالت سم يا ولدي عطها رئيس الشركة. قديما يمكنكم تذكرون يشتركوا في محطة بنزين، يشتركون في مثلا في محل، فهذه في محطة بنزين. نعم. اصبح الصبح الوليد وراح. السلام عليكم. السلام. قال سم هذه حقتي انا واخواني. قال اصبر يا ولدي، ويكتب ان فلان ابن فلان قدم 200 ريال كمساهمة في الشركة الفلانية. نعم. واشتركوا مع الرجيجين. ودارت الأيام والأم صابرة عليهم حتى صاروا الاثنين هذولا من أكبر أسرتهم. يا سلام. ومن أعلاهم مرتبة، فوفقهم الله سبحانه وتعالى وصاروا رجال بيوتهم مفتوحة وملفى للقريب والبعيد، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الصبر والتضحية. ولا يصبر عليك ترى مثل أبوك وأمك مهما كان، مهما قيل يمين ويسار ما يصبر عليك مثل أبوك وأمك.